كاين اللي حضر معنا عمنور وكاين الدراري عمنور راهم حضروا معنا شافوا كيفاش كنا ماشيين ماشيين بالدرع السطبه بحال الدبانه تحت رجلنا فهمتي ماشيين كنحاولوا دائما ما كنتش كنقدر نتلاقى الدراري فاخينا ما عملنا وكيلا تاكو سعيده باش كنحشم نتلاقى بالدراري ديالنا لان ما عندي ما نقولوا ما عندي ما نزيدوا شد في تاخي الدراري ما بغيناش نهضروا قلنا نفكوا ان شاء الله العام عام الاول وهذا العام هذا ان شاء الله غنبداو حنايا في الصيف حنا خدامين على المكتب الجديد بدلنا شي عناصر شي عناصر اللي سمحوا لنا بقاو معنا شي عناصر اللي جبناهم ما يسمحوا لنا شي ما يفيدوش الفريق بدلناهم وحاولنا باش نجيبو شي دراري جدادين يعاونونا هادشي هذا انتم راه وقيلا لاحظتوا هذا العام هذا بان المسائل تبدلت بزاف ولكن حنا باقي خدامين معاكم حنا شحال ما زدتو نتوما شحال ما حنا غنزيدو معاكم هذه هي الهضره يمكنش حنايا خارج كنخسرو وحنا اللي كنتو في فيسبوك حنا ماشيين غنعملو ما نقدروش نعملو هذا نعهدو اللعابه بشي حاجه ما غنقدروش عليها عمركم ما غتسمعوها مني هذا اللي غنقولو كنكمل به فاللي مهم عندنا هما حنايا نشبرو اليد في اليد نزيدو القدام حنا كنتفرجو كنشوفو الدراري محبسين معانا حنا كنتحمسو معاهم هذا هو مرحبا بالحضور ديال الاخوان حنا الهضره الاولى اللي غنتكلم عليها هو حنا عائله وحده ديال المكتب الجديد حاولنا باش مع السي عبد الباري باش نعاون ان شاء الله باش نعاونوا شويه باش تكون الفريق ديجا الفريق راه كاين واش في المستوى انا كيظهر لي في المستوى بالنسبه للقسم الممتاز لعبنا 7 ولا 8 ولا 9 ديال المقابلات كلهم كانوا في مستوى فرق منظم مزيان بالقياده ديال السي مدرب و كنتمنى ان شاء الله باش نمشيو في طريق وحده وحنايا بحال قلنا كيما المكتب كيما اللاعبين اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه يحطو يجي للمكتب يحطو وحنا مع بعضياتنا تكون اللي هو مهم في المسيره ستكون لا ديسيبلين ويكون ديك ليماج ديال الفرقه يعني الفرقه تكون كي السميه ديالها كي الفرقه ديالها باش ما يوقع هذاك الشيء اللي وقع لنا في زيده قبيله الحقيقه حنا ماشي اللي ماشي حنا اللي مسؤولين ولكن ما خصناش يتعاود واخا من عندهم جا الغلط خصنا حنا نداوي داك الشيء اللي حتى